مهمة في حياتها، بتحلم بالمستقبل. كل يوم في أفكار جديدة، ولكن هل هذه الأفكار ستدخل حيز التنفيذ؟ أي الأفكار صالح للتنفيذ ومفيد بالفعل للبلد، وأخرى يعني نقدر نقول إن ممكن تأجلها إلى حين. زي ما بنقول إنه الأفكار لا تنضب والأحلام أيضا لا تنضب. التنمية لسيناء حلم لكل المصريين، ولكن البعض فقط هو القادر على الأفكار أو الابتكار اللي ممكن يحقق التنمية لهذه البقعة الغالية علينا جميعا. احنا معانا النهاردة أحد هذه العقول المفكرة في مصرنا الحبيبة، اللي عنده أفكار متعددة في مجالات مختلفة، ويمكن مش ده بس المشروع الوحيد أو الفكرة الوحيدة اللي يعني بيحلم بيها، ولكن لديه أفكار كتير. لكن احنا هنخصص لقائنا النهاردة في المحور الخاص بتنمية سيناء، واللي يعني احنا متواصلين مع حضراتكم من عدد من الحلقات لمناقشة تنمية سيناء. بيشرفنا في الاستوديو الباحث حمادة أنور، يعني بنرحب بحضرتك. اهلا بحضرتك يا شيخ. زي ما عرفنا انه هذا المشروع اللي حضرتك قدمت له الفكرة او البحث الخاص بيك من 10 ابحاث، يعني بيصنفوا ان هم افضل 10 ابحاث في الفترة الماضية، يعني على تمام مدى 10 سنوات تمام تم تقديمها الى بنك الافكار التابع لمركز المعلومات بمجلس مجلس الوزراء. الوزراء. تمام يعني عايزين نبدأ مع حضرتك نعرف الفكرة والمشروع، ولو بسطناه هو مشروع خط سكة حديد يربط سيناء كلها. حضرتك بقى شمال سيناء بجنوب سيناء. تبدأ تشرح لنا هو زي ما حضرتك قلتي في الأول إن دي فكرة من ضمن 5 أفكار موجودة في كتاب اسمه نهضة مصر. من رؤيتي كباحث إن هذه الأفكار إذا نفذت إن شاء الله هتكون هي السبيل لنهضة مصر وجعلها من أفضل 5 دول على مستوى العالم إن لم تكن أفضلهم. الفكرة اللي بنتكلم عنها النهاردة إن شاء الله هي فكرة تنمية سيناء. كتير أوي سمعنا عن تنمية سيناء زراعيا وصناعيا وتجاريا، بما إن سيناء يعني حدودها الشرقية الغربية هي قناة السويس، ولها شاطئ على اللي هي كانت الضفة الغربية أثناء الاحتلال كان متمركز فيها العدو الصهيوني وبنى خط بارليف عليها. فهو يعني احنا عندنا شاطئ قناة السويس بيخترق سيناء، أو هو حدود سيناء الغربية من شرق التفريعة أو شرق شمال شرق بورسعيد في الشمال. احنا معانا الخريطة على الشاشة تمام. يعني لكي توضح أكثر. هي حضرتك دي الخريطة النهائية بتاعة ده المشروع حضرتك ككل. المشروع، لكن احنا حضرتك لسه بتشرح يعني تمام. موقع سيناء، وبالتأكيد هناك عدد من المشروعات اللي تم ولكنه لم يحقق التنمية أو المرجوة منها. بالتأكيد تمام. المشروع بتاعنا النهاردة يعني هو مشروع قيل عنه في الاتحاد الأوروبي سنة 2004 و2005 ان هو المشروع الوحيد في العالم، الوحيد على مستوى العالم اذا نفذ سوف يريح حركة التجارة العالمية. انا عندي في قناة السويس السفن العملاقة لا تستطيع المرور نظرا لان غاطس قناة السويس لا يستوعب هذه السفن العملاقة. اوفرلود 240,000 مليون طن، يعني 240 الف دي اقصى حمولة ممكن اقصى حمولة تعبر قناة لاي السويس. سفينة تعدي. ما زاد عن ذلك حل من الاثنين، يا اما يلف من عند طريق رأس الرجاء الصالح حوالين افريقيا ويتجه شمالا الى اوروبا، ودي رحلة بتستغرق من 22 ل 23 يوم وبتكلفه ملايين الدولارات، بيتعرض فيها للقرصنة وبتعرض فيها لنقص البترول والماء والغرق واشياء كثيرة جدا. الحل الثاني وهو يمر من قناة السويس، ولكن على نفقة قناة السويس ان هو يفضي جزء من حمولته على سفن اخرى تابعة لهيئة القناة وتسير خلف هذه السفينة إلى أن تصل إلى الشمال أو إلى الجنوب حسب اتجاهها، وهي رحلة شاقة ومصر لا تستفيد منها شيء. هي بتتحمل العبء إنه هي تخف الحمولة على السفينة. تمام. وبالتالي إحنا ما بناخدش أي فيزيت عليها. الحل الثاني اللي هو اللي أنا اقترحته وإن شاء الله هو موجود في بنك الأفكار وحصل جلسة في مجلس الشعب عنه، وفي إن شاء الله جلسة استماع مرة أخرى، وتقابلنا مع المهندس صبري عامر رئيس لجنة النقل في مجلس الشعب، وكان برضه متواجد الدكتور عصام شرف بما انه كان وزير النقل سابق،
وبعض العقول المصرية وعلقوا على هذا المشروع ان هو الحل الوحيد. واحنا عندنا دلوقتي احنا عارفين ان اسرائيل بتنشئ خط سكة حديد من ميناء ايلات حتى ميناء تل ابيب في شمال اسرائيل لربط البحر الاحمر بالبحر المتوسط لاستجلاب حركة التجارة العالمية لاسرائيل وسحب البساط من تحت قناة السويس ومن تحت مصر. فالحل الوحيد حاليا ان هو ان احنا ننشئ خط سكة حديد. ويا رب بس ان شاء الله الاخوه يوضحوا لنا الخط السكه الحديد في بيربط ميناء شرق التفريعه في شمال بورسعيد شمال شرق بورسعيد بميناء الطور. خط طوله 300 كيلومتر خط سكه حديد ويقام ميناء لوجستي عملاق على ميناء شرق التفريعه وميناء لوجستي اخر عملاق في الطور. ونواه المينائين موجوده وفي 2004 وفي 2005 اختير يعني هي ديت حضرتك الخريطه زي ما احنا واضحه. نعم. الخريطه واضحه عندنا ان من ميناء شرق التفريعه في الشمال لمن للجنوب. انا بس هستاذن حضرتك لانه حان الان موعد اذان الظهر، سيتم رفع اذان الظهر ثم نعود مع حضراتكم مره اخرى على الهواء مباشره. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة الصلاة الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
رجعنا مع حضراتكم مرة أخرى مشاهدينا، وبنجدد التحية لضيفنا الأستاذ حمادة. أهلا بحضرتك مرة تانية، وبنكمل كلامنا. حضرتك كنت بتشرح يعني المشروع وربط ميناء شرق التفريعة بميناء الطور، طبعا مع يعني بالتأكيد ميناء شرق التفريعة ليها وضع حاليا وبيتم الاستعداد لتحويلها إلى ميناء لوجستي ضخم، ولكن أعتقد أنه الأمر هيبقى متعلق بميناء الطور بالإضافة طبعا للسكة الحديد. لكن قبل ما نستفيد في شرح المشروع، معنا يعني عضو من أعضاء مجلس الشعب والنواب المتبني هذا المشروع، وهيكون من ضمن اللجنة اللي هتستمع لي بإذن الله. معانا سيدة النائب محمد مندوه العزباوي. أهلا بحضرتك معانا يا فندم. أيوة صباح الخير وأهلا بحضرتك. أهلا بيك. أهلا بتاعتك. يعني بيشرفنا في الاستوديو الاستاذ حمادة انور، ومشروعه يعني بيعتبر حلم، وهو ربط ميناء شرق التفريعة بميناء الطور بخط سكة حديد يربط سيناء كلها نقدر نقول. يعني حضرتك متبني هذا المشروع، حضرتك شايفه ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والحقيقة ان مشروع تنمية سيناء ده مشروع أمني، لأن لو نظرنا تاريخيا في سنة 67 كيف كانت سيناء وكيف تولى العدو الإسرائيلي سيناء مسموح. إذن يجب أن يكون مشروع الثورة هو تنمية سيناء لمصلحة مصر ولمصلحة الأمن القومي لمصر. فأنا شخصيا تقدمت باقتراحين اثنين. الاقتراح الأول وهو خاص لإقامة الكوبري الذي يصل بين مصر والسعودية الذي عطله الرئيس السابق المخلوع حسني مبارك. وبجانب هذا المشروع تقدمت أيضا لمشروع سكة حديد يربط بين شرم الشيخ أو الطور وإلى العريش أو إلى شرق التفريعة. المشروعين دول ممكن أن يكون سببا كبيرا في تنمية سيناء. إحنا في الوادي وفي الدلتا في زحام شديد يجب أن يتم، ولذلك كان في مشروع محطوط سنة 97 لتنمية سيناء، ولكن للأسف الشديد لم يتم ذلك. دلوقتي مهمتنا إن الوادي زحمة، إن كيف نهجر الناس إلى منطقة سيناء وتبقى منطقة جد منطقة سكانية. وسيناء معروف عنها أن بها خامات كثيرة جدا وبها مياه جوفية كثيرة يمكن زراعة نصف مليون فدان. إذا لابد في المرحلة القادمة يجب أن تكون أن تعمر سيناء وأن تقام فيها مدن ومناطق سكنية لتعمير، حتى لا قدر الله لو حصل عدوان إسرائيل على مصر أو دخل من ناحية سيناء هتبقى في هناك قرى ومدن. إذا مدينة يبقى حرب مدن، مدينة ومدينة ومدينة أخرى، يبقى إذا تعمير سيناء. طيب سيادة النائب، لو حبينا نعرف من حضرتك يعني دور مجلس الشعب، يمكن حضرتك حاليا بتتقدم دور مجلس الشعب حاليا دور مجلس الشعب في تبني هذه المشروعات العملاقة، وإلى أي مدى سوف يعني يقوم بالضغط لكي يتم بالفعل إيجاد الموارد وبداية مشروع ضخم زي كده. هذه المشاريع مهمة جدا جدا. الظروف اللي احنا فيها حاليا، الحكومة الموجودة حكومة تشير أعمال مؤقتة، لذلك أنا شايف أن هناك مشروعات كثيرة، مشروعات استثمارية تقدم بها ناس كثيرون وشركات عالمية كبيرة لتنمية مصر والاستثمار في مصر، لكن لعدم وجود الاستقرار ولعدم وجود الأمن في مصر فهذه المشاريع متوقفة إلى أن تأتي حكومة مستقرة. ولذلك احنا بنسعى ان تكون هناك حكومه، هي خلال الشهرين دول ان شاء الله لابد ان تكون هناك حكومه مستقره. واتوقع لان اعلم ان هناك شركات كثيره استثماريه تريد الاستثمار في مصر. فاعتقد ان احنا في المرحله دي مرحله تمهيد، حتى اذا
تم الاستقرار وجاءت الحكومة المستديمة. يعني يعني نقدر نقول إن دي مرحلة انتقاء المشروعات أو الأفكار اللي نبدأ بيها. يعني سيادة النائب محمد مندوح، احنا بنشكر حضرتك جدا ونتمنى دائما دعم هذه المنطقة لأنها عانت كثيرا من التأخير في طلباتها، فنتمنى أنه يتحقق قريبا التنمية لسيناء. مشروع تنمية سيناء هو مشروع مصر القومي إن شاء الله، ممكن أن يعني يكون فيها من السكان أو نحجب لها من السكان حوالي 3 مليون نتمنى. نتمنى بإذن الله. بنشكر حضرتك يا فندم جدا، ونتمنى إن شاء الله أن يتم أو يخرج قريبا إلى حيز النور ونرجع لصاحب الفكرة وصاحب المشروع أستاذ حمادة. ويعني عايزة أكمل معاك، يعني إلى أي مدى بتربط هذا خط، هذا الخط، خط السكة الحديد اللي هيمر بسيناء كلها وعلاقته بقناة السويس؟ أنا زي ما قلت حضرتك قناة السويس ما بتعديش منها السفن العملاقة، وبعض السفن الأخرى غير العملاقة لا تمر من قناة السويس نظرا لسوء العلاقات مع في الإدارة في القناة أو عدم توافر الخدمات اللي هي لب هذا الموضوع ولب هذا الخدمات. يعني ما بتيجي السفينة مثلا عندي تعدي ما بتلاقيش بنزين أو تمون أو حاجة، فبتروح تمون من جبل علي في الإمارات، يلف ويرجع يروح الإمارات يمون عشان يجي من عندي تاني، فبيضطر ما بيرضاش يجي، ما فيش عندي خدمات، مناطق لوجستية، مناطق تكميلية، صناعات تكميلية، الأشياء دي كلها غير متواجدة على طول قناة السويس. 170 كيلو متر طول قناة السويس لا توجد عليها أي منطقة خدمات، لا سفن، لا صناعة سفن، ولا إصلاح سفن، ولا تموين سفن، ولا إمداد بالمياه، ولا إمداد بأي شيء. لو حضرتك بصيت وشفت سنغافورة مثلا، فتحت على النت، مش هنقول نسافر ونشوف، يعني المسؤولين يفتحوا بس النت وبصهم هيلاقوا زي ما بيقولوا لو عايز لبن العصفور يجيبوه له هناك. جبل علي جنبنا هوات، ما كانش في حاجة اسمها جبل علي، ده كان جبل في قلب المية، اخترعوا ان هم يعملوا مينا، بعتوا السفن تجيب رمل من من الدول الخليجية الاخرى، من عمان يجيبوا رمل بالسفن ويردموا في البحر على ما عملوا مينا. انا عندي ربنا سبحانه وتعالى حطني في موقع استراتيجي على مستوى العالم، في مركز العالم، السنتر عندي، والارض ممهده ومنبسطه، وقناه السويس دفعنا اجدادنا كلهم دفعوا ارواحهم ودمائهم فيها في حفرها، اجي النهارده انا اسيبها تمر السفن، اشتغل كمساري، اعطى تذكره فقط وللاسف هو والم 5 مليار دولار واقول ده انا ارتفعت ولميت 5.2 واغني اغاني وطنيه على هذا الرقم. سنغافوره بتدخل 140 مليار دولار ويا سدس مساحه سيناء 140 مليار. نقدر نقول انه هذا المشروع يعني زي ما نقول صناعات تكميلية أو متكاملة مع قناة السويس، هو هيبقى بالنسبة للحمولات الكبيرة التي لا تمر في قناة السويس حاليا. بص يا فندم، هو البحث بتاعي الحمد لله رب العالمين حطيت فيه نقاط كثيرة جدا. النقطة الاستراتيجية اللي هي واضحة قدام الجميع ان ده لأمن القناة ولأمن مصر ولأمن سيناء. نعم. ولأمن سيناء الحدود. نعم. ان البساط لا يسحب من تحت قناة السويس، والأنظار العالمية كلها والاهتمام العالمي يذهب إلى إسرائيل التي تقيم مشروع مشابه لربط ميناء إيلات بميناء تل أبيب، ويسحب كل حركة التجارة العالمية لها. فأما الصناعات التكميلية والصناعات اللوجستية وما خلافه فهذا بيأتي مع المشروع في الميناء العملاق الجنوبي والميناء العملاق الشمالي. يعني نقدر نقول أنه هو هيبقى زي يعني تنشيط اكتر لحركه الملاحه يا فندم، تنشيط بالاضافه لمناطق تخزين. حضرتك مثلا دول صناعيه الكبرى لما بتصنع السياره مثلا 2012 موديل 2012 2013 اتصنعت دلوقتي. ايوه، بس هو مخزنها عنده في المصانع والمخازن بتاعته على اساس ان هو بيحتاج شهرين يلف في المحيطات وفي البحار يوزعها على مستوى العالم. انا لما اعمل في سيناء مخازن عملاقه لهذه الشركات العالميه ويجي يحط عندي ويخزن، ومن هذه المنطلق في سيناء من هذه السوق العالمية أو السوق العربية المشتركة وهي نوال السوق العالمية المشتركة، يتم الصناعات التكميلية والمصانع التكميلية من سيارات ومعدات ولوجستيات وخلاف هذه الأمور، سيناء تكون هي منطلق العالم كله. هوفر على ألمانيا، على فرنسا، على اليابان، على أمريكا، على الصين، على الدول الصناعية العملاقة مئات المليارات من الدولارات والوقت، وإن كل منتج من لهذه الصناعات هيبقى يجي هو يتسابق ان هو ياخد مكان عندي. المتر في سيناء هيتباع بالاف الدولارات. يعني عايزه برضو يعني لو اتكلمنا عن المشاهد دلوقتي، هو هيسال على التكلفه،
تكلفة مشروع زي المشروع هو زي ما زي حصل تعليق من سيادة النائب من فترة صغيرة ان المشروع مشروعين. المشروع الأولاني لأن هذا القطر سوف يدخل الأراضي السعودية ومنه إلى الخليج العربي، ثم يربط ما بيننا وما بين الدول العربية. مصر هتكون هي النواة لربط قارتي آسيا بأفريقيا، العالم العربي ومنه إلى شمال إلى جنوب أوروبا. فالكوست بتاعت المشروع أو التكلفة، الكوبري الأول كوبري السلام في 6 شركات عالمية عرضت تنفيذ هذا الكوبري وتكلفته 3 مليار دولار، اللي هو الكوبري اللي بيربط اللي هو الكوبري مصر و... أيوة الكوبري اللي مزمع إنشاؤه إن شاء الله وبيربط ما بين مصر والسعودية، عفوا مش سلام، الكوبري اللي هو ما بين مصر والسعودية 6 شركات عالمية منهم 3 شركات عربية، يعني بدون داعي ذكر أسماء الناس. يعني في العروض موجودة. أعتقد أن الكوبري على قناة السويس أيضا كان كوبري قناة السويس كان منحة من الحكومة اليابانية. بالضبط. يعني إحنا السؤال بتاع حضرتك سؤال مهم جدا اللي هو تكلفة المشروع. تكلفة المشروع لما إسرائيل أزمعت وحطت في وسائل الإعلام العالمية وذهب نتنياهو إلى واشنطن وأعلم من هناك إن هو في عندهم نية تنفيذ هذا المشروع، راحت لهم شركة صينية لحد هناك وقالت لهم أنا هنفذ المشروع على نفقتي الخاصة وهدير المشروع وهديكم الربح صافي مصافي كده على طول. ولما حصل شوية احتجاجات وشوية لغط في الإعلام المصري على مشروع تل أبيب أو مشروع إسرائيل، استدعي القنصل المصري في إسرائيل من قبل نتنياهو وقبل وزير الخارجية ليبرمان وبيقولوا له اطمن ان خط السكة الحديد ليس بديل او ليس منافس لقناة السويس، وده كله كلام هم بيلهونا عن التنمية الخاصة بتاعتنا وان احنا ما ننميش بلدنا وان هم اللي يبدأوا في الشغل. هو يحفر الجبل وينقل الجبل ويحفر قناة عملاقة حتى يصنع ميناء خلف الجبل وتكلفه 70-80 مليار دولار، وانا عندي الميناء جاهز والخط جاهز والارض مبسطة ولكن ليس عندي الارادة السياسية. ما عنديش الإرادة. أي طبعا ما عنديش الإرادة اللي تقول نفذ. نعم. والعالم بيتسابق لتنفيذ المشاريع العملاقة ديت لمصر بلا مقابل. يعني العالم بيتسابق. شايف إنه العقبة اللي ممكن البعض الإرادة السياسية في التكلفة، لا يعني لا هيبقى متخيلين إنه التكلفة هتبقى عالية ولذلك هيبقى صعب تنفيذه. حضرتك قلت إنه في شركات هتبقى عندها استعداد إنها تقوم بهذا الخط او تنشئه، هو وليس شركات فقط ولكنها دول وقارات، لان انت بتسهلي حركه التجاره العالميه. ايوه، بدل ما بيلفوا 22 يوم عن طريق راس رجاء الصالح هيعدي عندي في ساعتين من على الارض. ممكن تصل تكلفته لقد ايه؟ التكلفه المبدئيه لان يعني هو خط السكه الحديد له تكلفه، خط السكه الحديد بالمينائين له تكلفه، خط السكه الحديد بالصناعات التكميليه له تكلفه. هو التكلفه المبدئيه بتاعت خط السكه الحديد 4 مليار دولار. العائد الاقتصادي، العائد الاقتصادي يا فندم 140 مليار دولار سنويا. سنويا طبعا تم تنفيذه، تم تنفيذ المشروع اللوجستي ككل العملاق الخط السكه الحديد وان هو يدخل السعوديه، لان يعني برضه جزء فيه من المشروع عايز اقول لحضرتك عليه اذا اتيحت الفرصه. ان خط السكه الحديد ما بيدخل، ليس قاصر على سيناء فقط ولكن لما بيدخل الاراضي السعوديه. انا حضرتك لما النهارده بسافر السعوديه عن طريق الطياره وهي اسرع ما وصل اليه العلم النقل الحديث، بطلع اركب لحد المطار ومن المطار للسعوديه وبنزل في المطار اجراءات امنيه، بقعد 6-7 ساعات على ما بوصل المكان اللي انا عايزه. انا لو في القطر والقطر بيدخل السعوديه، القطر السبيد زي اللي بيربط اوروبا ببعضها اللي 400 كيلو في الساعه او 300 كيلو في الساعه، ما بين القاهره وما بين السعوديه 600 كيلو. يعني 600 كيلو يعني هوصل في ساعتين. نعم. ب 200 جنيه ب 250 جنيه هذا القطار سوف يجلب كل المغرب العربي الى اراضي الخليج العربي، وفي طريق العوده سوف ياتي بكل سياح الخليج العربي الى سيناء والى مصر. يعني نقدر نقول انه ده ممكن يكون النواة او البذرة لقطار يربط كل الدول العربية، قطار الشرق، قطار العرب، قطار العالم، هو يربط كل العالم. عليك لو تخيلنا خريطة العالم ونزلنا ضوء مستقيم على سيناء او على مصر عموما، هل هي سنتر العالم؟ يعني مكة هي سنتر العالم، احنا نبعد عن مكة، سيناء تبعد عن مكة 60 كيلو، احنا مش قادرين نستغل الموقع اللي ربنا اداهولنا وحطنا فيه. نادر ولكن لم يتم استغلاله. طيب، يمكن من النقاط الهامه هي ميناء شرق التفريعه، واللي المفروض انه مع بدايتها كان في توقعات بانها تنافس يعني ميناءات اخرى عالميه، فيعني حضرتك برضو كلمنا عن ميناء شرق التفريعه واهميته. ميناء شرق التفريعه
في 2004 وفي 2005 كان الدكتور عصام شرف كان وزير نقل في هذه الفترة، وتم الاتحاد الأوروبي كان بيبحث عن ميناء عالمي عملاق ليقيم فيه الصناعات اللوجستية بتاعته والتكميلية والفينيشنج بتاعت الصناعات، ويسهل ليه حركة التجارة العالمية بحيث ان السفن بتاعته تيجي ترتاح، تمون، تزود مية، تفضي وتعبي وتغلف. فطبعا نظرا للنشاط الاقتصادي والنشاط السياسي الإسرائيلي اختير ميناء يافا في هذا الوقت من قبل الاتحاد الأوروبي. فحصلت حملة من الحكومة المصرية في الوقت ده، وصرفت الأنظار عن هذه الفكرة، وجت أنظار الاتحاد الأوروبي لميناء شرق التفريعة أو ميناء شرق بورسعيد. ميناء شرق بورسعيد المخطط العام اللي محطوط له 75 كيلو متر مربع، لو قارناه بميناء الإسكندرية الحالي ومن أعظم الموانئ الموجودة على البحر المتوسط عموما 2 كيلو متر مربع ميناء الإسكندرية. فتخيل حضرتك 35 ضعف في المساحة، إمكانيات إن هو على الشاطئ الغربي لقناة السويس، هذا الميناء هو الملاصق لقناة السويس، نعم. الشاطئ الغربي لشرق التفريعة، يعني ميناء استراتيجي عملاق كل السفن بتعدي منه، وبالتالي هو بيعدي هيرتاح وهيمون وهيشيل وهيفضي هيبقى في صناعات وأيدي عاملة اختير نظرا للمجهودات اللي حصلت من الوفد المصري قبل الاتحاد الأوروبي في هذا الوقت، اختير ميناء شرق التفريعة إنه يكون هو قبلة الموانئ العالمية وإقامة خط ملاحي عملاق ما بين أوروبا وما بين ميناء شرق التفريعة. ولكن إلى الآن لم يتم تنفيذ شيء. يعني هو اختير، الناس قالت أنا اخترتكم وتفضلوا وجم وعملوا، شركة هولندية وشركة أخرى لا أتذكر جنسيتها جت وحطت الدراسات وحطت الشغل وبدأوا يشتغلوا وعملوا خط سكة حديد أصلا كمان داخل للميناء من قناة السويس من نهايتها، وفي اصلا كمان خط سكه حديد ما بين السويس وما بين شرق التفريعة وما بين التفريعة بورسعيد قديم موجود، ما بين بورسعيد وما بين التفريعة وما بين بورسعيد وما بين السويس خط هو خط قديم وخط فردي ولكنه موجود، يعني النواة موجودة والشغل موجود ولم يتم اي شيء الى اليوم. يعني انا ما بكتفيش كمان ان انا بضيع اللي عندي ده، انا بضيع حتى الاحلام بتاعت الاجيال القادمة. فإذا إسرائيل أقامت المشروع، ودي نقطة أنا بقولها وتحذير نهائي، إذا إسرائيل أقامت المشروع لن يستطيع أحد إقامة أي مشروع أخر، لأن هذا المشروع هو مشروع مرة واحدة ولبلد واحد، وخاصة لأنه ما فيش مرة واحدة ولبلد واحد. إذا إسرائيل أقامته قبل مصر، مصر مش هتقيمه. إذا مصر أقامته قبل إسرائيل، إسرائيل لن تقيمه نظرا للتكلفة العالية، وإن قبلة التجارة كلها هتبقى في هذا المكان، وإحنا مؤهلين وعندنا كل الإمكانيات من خبرات وأموال ومكان استراتيجي عالمي وكل شيء موجود عندنا، ولا تنقصنا زي ما قلت حضرتك الإرادة السياسية. الإرادة السياسية حضرتك يعني زي ما قال سيادة النائب أنه حاليا الوضع غير مستقر لكي يتم تنفيذ مثل، ومنذ متى كان الوضع مستقرا؟ يعني هل حضرتك يعني قبل الثورة يا فندم؟ معلش قبل الثورة، الموضوع ده أنا طرحه قبل الثورة. نعم طيب ما انا هقول لحضرتك، هل حضرتك شايف انه مع وجود رئيس للجمهوريه هل ده ممكن يعطي الاستقرار اللي نبدا بالفعل ناخد خطوات مع احترامي للرئيس القادم اينما يكون هو، مع احترامي لقراراته الحاسمه اللي ان شاء الله نتمناها جميعا. اذا حصل وان حد نزل التحرير من المعارضه ايا كان هو يعني بينتمي لاي فئه يعني واختلفوا عليه، هل ده سبيل ان انا اوقف مشروعات عملاقه؟ انا اختلفت مع اهل بيتي في اي مشروع ما اروحش شغلي، ما اروح ما اكلش ما اشربش. ما احنا اصل فكره المشروعات العملاقه دلوقتي عامله للمصريين يعني مشكله، يعني احنا كان عندنا مشروعات عملاقه، كان عندنا ترعه السلام، كان عندنا توشكا، كان عندنا مشروع شرق التفريعه، كان عندنا مشروعات اخرى في السويس. لما تولى الدكتور كمال الجنزوري وبدا يحيي هذه المشروعات لانها حدثت في عهده، الناس بدات تقول طيب هو بيدور على الحاجات دي ليه، ودي تكلفه والمشروعات دي مش وقتها، وهو حكومه تسيير اعمال وليست حكومه مستمره. فيعني في وسط الاجواء دي حضرتك شايف انه من الممكن اتخاذ قرار زي كده؟ في حديث وجهه نظر تمام أخرى تمام فقط. انا مع حضرتك، بس في حديث صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ما اهلك من كان قبلكم الا كثره الجدال. اذا احنا بدانا نجادل فيما نفهم وما لا نفهم هننهار، واحنا هندمر بلدنا بايدينا. اذا الدكتور كمال الجنزوري جه واحيا المشروعات القديمه واتى بالخير، اهلا وسهلا. ان لم ياتي بالخير فليذهب وياتي بغيره. إذا أنا أتيت بفكرة ولم تنفذ
وحضرتك هتدي بفكره ولم تنفذ. ناخد افكار من الاستعمار، ناخد الافكار اللي سابها فينا التقسيم، كل مجموعه عايزه تقول نقيم دوله، كل فئه من الناس، المسيحيين يقيموا دوله، والمسلمين يقيموا دوله، والاخوان يقيموا دوله، والقناه تقيم دوله، واسكندريه تقيم دوله. لا بالتاكيد طبعا، يعني ايا كان اتجاه الرئيس القادم، وايا كان الرئيس الوزراء الحالي، وايا كانت الحكومه السابقه او الحاليه او المستقبليه بعد ألف عام، اذا احنا بدانا في الجدال ولماذا لم يصنع هذا الشيء ولماذا لم يصنع هذا الشيء، لن تقيم لنا قائمه. يعني دي كلمات مهمة جدا، انه كثرة الجدل فيما لا نعلم ممكن يؤدي بنا الى مشكلات اكبر. يعني نحاول ان نتوحد ونوحد الصفوف كي نعبر مصرنا الغالية الى بر الامان. باقي لنا الدستور ورئيس الجمهورية في هذه الفترة، يعني ممكن تكون هي يعني خطوات قادمة للانطلاق في هذه الأفكار. تمام. بس برضو أنا عايز أقول يعني قبل ما ننهي يعني لقاءنا مع حضرتك، حضرتك تحب تقول لنا إيه خاص بالمشروع؟ إحنا نتمنى إن شاء الله. هو في نقطة برا المشروع ونقطة جوه المشروع بعد إذن حضرتك. النقطة اللي برا المشروع، يعني بدل الناس ما بتقيم مظاهرات على ماتش كورة، وبتقيم مظاهرات على اختلاف في رأي في شيء إحنا لا نفقهه أصلا، اختلاف مادة في القانون أنا لا أفقه، اختلاف مادة في التشريع وأنا لا أفقهه، اختلاف شيء وأنا لا أفقه هذا الشيء، ونقيم مظاهرات ونعطل مسيرة البلاد. يلا نقيم مظاهرة من أجل مشروع عملاق، مشروع زي قناة السويس، مشروع زي تنمية سيناء، مشروع زي المفاعل النووي اللي انهار والناس قاعدة جوه الأرض دلوقتي والإعلام سكت عليه. نقيم مظاهرة من أجل هذا الشيء. يلا كلنا ايدينا في ايدين بعض ونطلع نقطع الطريق لإقامة هذه المشاريع. لا مش عايزين بيقطعوا الطريق النهاردة عشان بيختلفوا مع بعض. نعم نعم احنا يعني محتاجين نتوحد في الفترة القادمة ان شاء الله استاذ حمادة، ونتمنى ان الافكار المتميزة اللي زي فكرة حضرتك تلقى قبول وتحقيق في الفترة القادمة بإذن الله، وان تعبر بنا الى أجواء أخرى ومصر إن شاء الله. كلنا نتمنى. أستاذ حمادة أنور الباحث، بنشكر حضرتك على تشريفك، ودايما نتواصل معك لكي نعرف إلى أي مدى تم المضي قدما في الأبحاث والأفكار الجيدة. شكرا حضرتك، شرفتنا. مشاهدينا هنروح معاكم لفاصل قصير ونرجع مرة أخرى.